حياكم الله. الحقيقة المركز هو منصة للشباب السعودي بمختلف أقسامه، يهدف إلى رعاية المعرفة والإبداع والتواصل الحضاري بين المملكة والعالم. نشارك اليوم الحقيقة ودنا نطلع زوار المعرض عن أنشطة المركز، برامج المركز. أعتقد أنها رافد أساسي من روافد السياحة الداخلية في المملكة. المركز يخدم زوار الزيارة الواحدة ورواده المستمرين، برامجه ورش العمل في مختلف الأقسام. أولا الحمد لله، هذه مشاركتنا الأولى في معرض السياحة والاستثمار. نهدف في هذا المعرض إلى نقطة مهمة، وهي توضيح وزرع المعرفة أمام الناس عن هذا المشروع الضخم الوطني بتقاسيم وخطوط حديدية في مشارق هذه البلد ومغاربها وشمالها كذلك. البنك يشارك في هذا الملتقى كراعي رئيسي، والبنك دائما وابدا يبحث عن هالملتقيات بما يخدم الأنشطة اللي يستهدفها. البنك في هالمشاركة لديه مجموعة من المبادرات، من ضمنها استهداف الأنشطة السياحية بتمويل من خلال مسارات محددة لدينا. فلدينا مسار يتعلق بالأنشطة التي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 8 مليون، يتحمل البنك فيها تقريبا إلى 4 مليون. أيضا المشاريع الناشئة والتي تصل إلى 300 ألف ريال. الله يحييك ويسلمك. طال عمرك، هايكينج السعودية هي مبادرة وطنية أسسها الوالد المهندس علي القحطاني. هايكينج السعودية تقوم تنظيم رحلات رياضية سياحية، نقوم بنقل مجموعة من المشاركين إلى مناطق تراثية، مناطق سياحية في المملكة العربية السعودية. الهدف منها كان هدف رياضي، هدف كذلك توعوي وثقافي، والأهم من هذا كله سياحي ودعم للسياحة الداخلية. ماذا تقدمون للزوار؟ الزوار في جناح السياحة هنا طال عمرك نقدم لهم أولاً وشو هايكينج السعودية. للأمانة رياضة الهايكينج هي بكر في المملكة العربية السعودية، ونحتاج دعم من الزوار، نعرض عليهم الأفكار. للأمانة حصلنا تجاوب كبير جدا سواء من الفئات للذكور والإناث. فنعم الله يعافيك. العافية. الله عليك حبيبي. شكرا لك. احنا مؤسسة سكاي سيرفيس، طبعا احنا راح نقدم خدمات تهتم بالزوار أو الوفود، رجال الأعمال، كبار الشخصيات اللي راح يزوروا المملكة. الخدمة تبدأ من استقبالهم بالمطار، مرورا بالخدمة النقل مع السائق، مع الرحلات التعريفية بثقافة المملكة. نأمن لهم الحراسات الشخصية، المرافق الشخصي، الترجمة، وصولا إلى توديعهم من المطار مثل ما تم استقبالهم بحفاوة وبتكريم، بما يعطي صورة المملكة في الخارج بشكل يليق بها.